مرحبا، أنا موجود في منتدى فلسطين الدولي للإعلام والتواصل، وقررت اليوم أستغل الناس العدد الكبير اللي موجود هون وأحاول أحكي أو أدور على مشاكل الإعلام الفلسطيني. بدي أمشي على الناس وأسألهم سؤال واحد: إيش أكبر مشكلة من مشاكل الإعلام الفلسطيني؟ خلينا نشوف شو الناس بتجاوب، وخلينا بعدين نسمع ونقرأ مشاركاتكم. تشتيت الجهود في أماكن متعددة، غياب الرؤية الوطنية الواحدة، عدم التدقق من الأخبار. أكبر مشكلة بتواجهه الخوف، انقسام الإعلام الفلسطيني، الادعاء الحيادية، قلة المهنية، انفصام في الشخصية، سوء الدقة، فيش إعلام فلسطيني، السطحية وانعدام العمق، وعدم التقدير لما تمتلكه الجهة المقابلة. مشكلته إنه عاطفي، مفتقد للرؤية ومفتقد للهدف. تسحيج، غياب المعلومات الدقيقة، مفيش حرية، غير صادق مع نفسه. مشكلتنا انه ما في رواية فلسطينية واحدة. تعيين الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب. بنعرفش ننسن. حزبي، مش اعلام، اعلام، اعلام حزبي محدود، لا يدعم المقاومة كفاية، ننشرش غسيل الوسخ. هاي مجموعة من المشاكل واكيد مش كلياتها. شاركونا واكتبوا معنا شو مشاكلكم، خلينا نناقشها ونفهم اعلامنا بالضبط شو مشكلته وكيف ممكن نطوره. شكراً لكم وشكراً لكل من شارك في هذا الفيديو.